السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا اليوم مسائل مراجعة القسم 1-3 بعنوان المجال الكهربائي للصف 12 علمي منهج دولة الإمارات العربية المتحدة العام الدراسي 2013-2014. كالعادة بنقرأ المسألة، نحدد المعطيات، نحدد المطلوب. فهنا هنرسم، نقرأ المسألة معا. تبعد الشحنة Q1 مسافة 30 سنتيمتر عن شحنة أخرى. جد شدة المجال الكهربائي عند منتصف الخط الواصل بين الشحنتين. قرأت، حطيت خطوط تحت المعطيات، حطيت دوائر، حطيت الأفكار الرئيسية عشان ينتبه. لا أسهل لي أني أنا أرسم للحل. أنا أرسم، رسمت الشحنة Q1 حطيت مقدارة، الشحنة Q2 حطيت مقدارة، حطيت البعد بين الشحنتين وحددت المنتصف. ليش أخذت المنتصف؟ لأن هو قال لي جد شدة المجال الكهربائي عند منتصف الخط الواصل بينهم، وبحدد برسم المتجه E1 E2. E2 هو متجه المجال للشحنة Q2. ليش رسمته في هذا الاتجاه؟ لأن Q2 شحنة موجبة، واتجاه المجال دايما بيكون مبتعدا عن الشحنة الموجبة. برسم المتجه E1. ليش رسمته في هذا الاتجاه؟ لأن الشحنة Q1 موجبة، فلذلك متجه المجال مبتعد عنها. إذا E2 في اتجاه السالب لمحور X و E1 في الاتجاه الموجب لمحور X. هذه R وهذه R، بعد كل من الشحنتين عن المنتصف. المحصلة بدها تساوي الجمع الاتجاهي للمتجهين. المتجه E2 في الاتجاه السالب لمحور X، لذلك أخذته بهذا الشكل. والمتجه E2 في الاتجاه الموجب للمحور X، وبحل. أعود، استخرجت K على R تربيع لأنه عامل مشترك عشان أسهل الحساب. فيك تحسب هون كل وحدة لوحدة، لكن مشان أسهل عليك الحساب يعني في طرق. وتساوي، لاحظ أسهل شيء بتطرح هدول من بعض والناتج بتضربه بهذا وبعدين بتقسم على هذا. ليش حطيت 10 أس سالب 3 خارج؟ لأن أعطاني نانو كولوم، هذه بالنانو كولوم وهذه بالنانو كولوم مشان سهل علي العمليات الحسابية. الجواب بيطلع -799 نيوتن لكل كولوم، أو -8.0 × 10^2 نانو كولوم. السالب مو ما معنى السالب؟ أي في اتجاه E2. وين E2؟ في اتجاه X السالب، موفق للي درسته بالمتجهات الصف 11. وفي أمان الله، ولا تنسى اللايك، حط لايك عملية تشجيع.